اليوم كنحضروا القمة المرأة التجمعية في نسختها الثالثة تحت شعار الأسرة والدولة الاجتماعية، وهادشي كيتجلى في الخمس الورشات اللي قمنا بهم اليوم. الورشة الأولى التعليم والصحة والدعم الاجتماعي المباشر والمرأة والتمكين السياسي، وكذلك الورشة الخامسة اللي كنت أنا مقررة ديالها هو الاقتصاد التضامني والاجتماعي. اليوم كنشوفوا أن جل الورشات يعني كتماشى مع أسس الدولة الاجتماعية، يعني وكذلك مع البرنامج الحكومي اللي كان يعني الشعار ديالو هو اننا دوله اجتماعيه بامتياز، وهادشي كيتجلى بحال اللي قلت لكم في اصلاح منظومه التعليم، اعاده هيكله المنظومه الصحيه، كذلك الدعم الاجتماعي المباشر اللي هو الدعم اللي هو مشروع ملكي ولكن سرعه التنفيذ والتنزيل ديالو نفذته الحكومه ديال السي عزيز اخنوش، اللي حنا كنفتخروا اننا برلمانيين في الاغلبيه ديال هذه الحكومه هذه. يعني حكومه تجاوزت الشعارات، ورغم هالظرفيه ومتقلبات اللي كنشوفوها والتغيرات المناخيه والجفاف والحرب الاوكرانيه الروسيه، ما حطش يعني هذا الشيء كتقول لا حيت كاينه الحرب، لا حيت كاينه الجفاف، لا حيت لا سيدنا خطب. دونك الحكومه ملزمه انها تطبق وتنزل الخطاب ديال سيدنا كما يجب، وهذا الشيء قد تجلى في 28 جانفي 2023 ملي شفنا ديك المواطنه اللي في العالم القروي وديك المواطن البسيط كيدي 500 درهم لو مينيموم، وهذا الشيء كيتزاد يعني الدعم مباشر على حسب الاسره اللي عندها 6 ديال الاطفال كتخلص 1300 درهم، 200 درهم لكل طفل، وفي 2026 ترجع 300 درهم لكل طفل، وكذلك الدعم الاجتماعي المباشر تجاوز الفئويه وشمل جميع فئات المجتمع، الاطفال في سن التمدرس، الاشخاص في وضعيات اعاقه، الاسر اللي عندهم مسنين، وهذا الشيء راه انا قلت لكم هذا الشيء الحمد لله كنشوفوا بالملموس. كاين شفنا انا حيت كنت مؤثره في الورشه ديال الدعم المباشر، كاينه اشكالات كاينه اختلالات، ولكن اي اصلاح الا وكترصدوا الاختلالات والاشكالات، والدور ديالنا حنا كنواب برلمانيون اننا نشدوا هذه الاشكالات ونوزوها ونرفعوها لقبه البرلمان ونترافعوا عليها وندافعوا عليها في مقترح قوانين، ونمشيو عند الوزراء نقولوا لهم فوالا هذا المشكل هذا المشكل. والحمد لله كاينه استجابه، يعني كاينه استجابه الحمد لله. انا بالالحاح والاخلاص في العمل كنقدروا اننا نغيروا ونخليوا ان ديك الشاب وديك المراه تثق في السياسه وحتى هي تكون سياسيه وتكون حتى هي فاعله. النسخه الثالثه من قمه المراه التجمعيه، النسخه الاولى اللي كانت سنه 2018، الثانيه اللي كانت في سنه 2000 السنه المنصرمه، والثالثه اللي كنعقدوها اليوم. فخورين اننا اخترنا هذه المره موضوع الاسره كاساس من اسس الدوله الاجتماعيه، لان حزب الجمع الوطني الاحرار كان من الاحزاب الاولى اللي التقطت الاشارات الملكيه في مختلف الخطب الملكيه، واللي اليوم كتدعو للنهوض بوضعيه الاسره. وحنا تنتكلموا على النهوض بوضعيه الاسره، ما يمكنناش ننكروا بان العماد الاساسي ديال هذه الاسره هي المراه. كان اللي شرف تسير ورشه من الورشات العده اللي اليوم كاينه في القمه، ورشه التعليم، كيفاش يمكن اليوم التعليم نخلقوا منه قاطره للنهوض بوضعيه المراه. لليوم تمكننا من اننا نخلقوا مراه متعلمه، كنظن ان الاوراش الاخرى غادي تجي من بعد وغادي تتبع. كان هناك مجموعه من الاقتراحات ومجموعه من المخرجات اللي كانت في هذه الورشه، اهمهم كيفاش اليوم نحاربوا ظاهره الهدر المدرسي. اليوم اكثر من 300,000 طفل كيغادروا المدرسه. اليوم احد المتدخلين قال لنا بان 300,000 طفل يعني كنقتلوا 300,000 حلم ملي هاد الاطفال كتغادر المدارس. اليوم كذا كاين مجموعه ديال الاشكالات اللي كتعلق حتى بالمستوى ديال التعلمات كيف ما سبق لي وذكرت خلال الورشه. اليوم 30% ديال التلاميذ في السلك الابتدائي ما تيقدروش يقراوا نص مكون من 80 كلمه باللغه العربيه، هذا اشياء اللي هي مقلقه. هاد التراكمات كتمشي مع التلميذ حتى الجامعه، واليوم عندنا رقم كذلك اللي هو مخيف ديال 49% من الطلبه كيغادروا المؤسسات الجامعيه بلا ما يحصلوا على شهادات، ليس لشيء الا لان كاين اشكال اللي هو اليوم لغوي اللي هو كبير. هنا كنهضر على الشق اللغوي، فما بالك بالنقاط ديال اللي كتعلق بباقي التعلمات. كذلك كاين مجموعه من المخرجات اللي كتعلق بالهدر المدرسي ديال الفتاة القرويه، موضوع اللي اليوم كيمسنا اليوم كنساء بشكل كبير وكيمس المغاربه اليوم كاملين. غير مقبول ان اليوم فتاة قرويه ما يمكنش تمشي للمدرسه غير حيت كاين واحد الواد فايض حدا دارهم، غير مقبول ان كاين الثلج ولا المغرب كيجي مع 6 فتاة قرويه ما يمكنهاش تقرا. بالتالي مجموعه ديال القضايا اللي اليوم حنا مطالبين اننا نترافعوا عليهم كمشرعين من خلال مقترحات قوانين، وكذلك من خلال لما لا خلق مجموعه موضوعات هي في هذا الباب. اليوم احنا في
في القمة الثالثة للمرأة التجمعية، وهذا عرس بالنسبة لنا كمرأة تجمعية اللي كتخصص الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية كل سنة، اللي بعد ما كيكون النقاش والحوار في جول ربع المملكة حول المواضيع الراهنة اللي كتهم المجتمع ديالنا. وهاد السنة كان عندنا واحد السنة اللي هي استثنائية، خصوصا أن الموضوع اللي نصب عليه العمل الكبير ديال الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية هو تكريس الكتاب الأبيض، الكتاب الأبيض اللي خدمنا عليه كفيدرالية وطنية.